دكتور لوكسمبورغ، كتبت كتاب عن التأثير الأرامي السرياني على القرآن. ما مدى تأثير هذا الأمر على القرآن؟ الملاحظة الأولى هو عنوان الكتاب قرآن بالذات، ولكن القراءة الحقيقية هي قريان، وهو كتاب صلوات في الكنائس السريانية تحتوي على نصوص من الكتاب المقدس وغيره من الصلوات للاستعمال في الصلوات اليومية. واللي جعلني أهتم بهذا الموضوع هي اللغة. أنا كلغوي تهمني اللغة، إن كانت عربية أم سريانية أم عبرية، لأنه أنا اختصاصي هو اللغات السامية. فالذي دفعني إلى دراسة نص القرآن هو اهتمامي بهذه اللغة، وبما أنه إنه تراث مشترك إن كان للمسلمين أو المسيحيين، فمن واجبنا أن نهتم بهذا الكتاب بمفهومه الحقيقي. نعم. طيب، السؤال الآخر، ما مدى التأثير؟ هل القرآن كله كتب في الأول بلغة مختلفة عن اللغة اللي حاولوا يوصلوا لنا القرآن بها اليوم، أم يعني أنا أريد معرفة مدى التأثير؟ علينا أن نعتبر بأن القرآن تمت كتابته لنفترض حسب التراث الإسلامي سنة 632 ميلادية، وأن المفسرين ابتدأوا بشرح القرآن تقريبا 300 سنة بعد كتابته. فبطبيعة الحال لم يكن لهم العلم الكافي لفهم لغة القرآن، لأنهم اعتمدوا على لغة تم تأسيسها من قبل نحويين لم يكن لهم إلمام بلغة القرآن. هل الجزء من هذه المشكلة أن القرآن لم يكن مشكل ولم يكن منقط، أم ما هي المشكلة؟ من جهة هذه من جهة واحدة صحيح. أولا، المشكلة أن الخط السرياني بحد ذاته مفهوم، يعني أي الحروف لا يمكن، ليس فيها إشكال ما بينها. هناك حرفان فقط هي الراء الريش والدال التي تميز بنقطة من فوق للراء وبنقطة من تحت للدال، وعاد ذلك تكون القراءة واضحة لكل قارئ. أما الخط العربي لا أدري متى حصل ترتيبه، لكن يتبين بشكل فصل الحروف عن بعضها بأنه نفس ترتيب الخط السرياني، مثلا عدم وصل الراء بالحرف اللي بعده أو الواو بالحرف اللي بعده. وهناك بعض الحروف تشبه أيضا حروف الخط السرياني، بينما عندنا في الخط السرياني 22 حرف، والأبجدية العربية الحالية تميز 28 حرف، وهذا يعود إلى أن 6 حروف من الأبجدية السريانية لها لفظان. دال مثلا تلفظ دال، بقات كفاث، البي تلفظ في، والبي والجي غين، هذه تجعل يعني بالنسبة لللفظ 28 لفظ ولكن 22 حرف. الأبجدية العربية أضافوا على هذه الحروف نقاط، فأصبح عندنا 28 حرف في الأبجدية المعاصرة. أما القرآن فلا نجد بالنسبة للرسم إلا 15 علامة حرف. من هذه 15 حرف هناك 6 حروف فقط واضحة ليست بحاجة إلى نقط، الألف واللام والميم والكاف والهاء والواو. إذا نقصنا هالست حروف من 15 تبقى 9 حروف. هذه 9 حروف تمثل
22 حرف، لأنه 22 حرف إذا زدنا عليهم الستة أصبحت 28. فإذا 22 حرف وما عندنا في القرآن للأسف يعني في المخطوطات القرآنية إلا 9 حروف. من هذه 9 ما يسمى بالكرسي، كرسي الباء والتاء والثاء والنون والياء، تمثل 5 حروف. ثم عندنا حرف الحاء والخاء والجيم تمثل 3 حروف. تبقى 7 حروف تحتاج إلى نقطة أو غير نقطة، الفاء والغين تصبح 14 مزيدة. فإذا الـ 14 والسبعة 7 حروف 22 نضيف عليها الستة تصبح 28. فإذا المشكلة هي بالأخص في هذه الحروف التي هي 9 مقابل 22 حرف. يمكننا أن نتخيل مدى الأخطاء اللي ممكن أن يرتكبها القارئ الذي ليس له إلمام بهذه اللغة. هل القرآن كتب في الأول باللغة السريانية؟ أولا للشرح، بالنسبة للتراث الإسلامي يقال بأن القرآن نقط اعتمادا على نقل شفهي أكيد يسمى التواتر. لو كان هذا صحيح فلم يكن من الضروري إعادة قراءة القرآن، يعني كمفروض أن يكون صحيح. لكن إذا كان التحليل اللغوي لا يثبت هذا الشيء فهذا يعني بأن القرآن كتب من الأساس، وأن قراءته بالنسبة إلى الأخطاء اللي تبينت الآن حصلت مؤخرا متأخرة، بما أنه عندنا مخطوطات تنتمي إلى القرن الثالث أقل شيء الهجري وبدون نقط، فليس لنا علم متى في أي تاريخ تم تنقيط القرآن كما نعرفه اليوم حسب طبعة القاهرة. وأن التفسير مفسرون ابتدأوا بقراءة القرآن حسب قراءته الحالية، فاضطروا إلى شرح اللي قرأوه أن يشرحوه حسب علمهم، لم يشكوا بقراءتهم ولم يحاولوا أن يغيروا أي نقطة بالقراءات. إن كثرت بالنسبة للحركات صحيح ممكن أن تقول قيل كتب أو كتب، هذا ممكن واحد يخطئ فيها بالنسبة للحركات ولكن ليس بالنسبة للنقط. قلت بأن المصحف اللي اعتمدوا عليه هو مصحف القاهرة، كم بين هذا المصحف وبين المخطوطات الموجودة عنا حاليا؟ نتكلم عن طبعة القاهرة. نعم. طبعة القاهرة طبعا نعتمد عليها بالنسبة إلى التراث الإسلامي كما وصلتنا بهذه القراءة، لكن حينما نقارنها بالمخطوطات وبالنسبة بالأخص إلى الشرح في التفاسير، ونرى في التفاسير تفاسير مختلفة أو حتى احتياب بمعنى المعاني، فهذا يجعلنا وبالأخص حينما نلاحظ بأن المفسرين التفسير الطبري مثلا يعتمد على ما كانوا يعتبروه في ذلك الزمان سلطة، أو بأنهم كانوا يقدرون تقدير بدون أي مرجع علمي أو قواميس، ما كان في قواميس لسه في ذلك الزمان، فهذا يجعلنا أن نعيد النظر على أسس لغوية موثوق بها وليس فقط بالاعتماد على التخمين. بعض الصور قرأتها قراءة مختلفة، أريد تعطيني مثال، مثلا سورة الكوثر. كلمة الكوثر الكتابة هي كتابة سريانية، فالواو دلالة على الضمة، ممكن كتابة الواو بمعنى الضمة وليس من الضروري قراءتها كوثر وإنما كتار. فالفعل بحد ذاته هو مشترك في العربية والسريانية لكن يختلف في المعنى، بينما كتار بالآرامية تعني الكثرة الزمنية بمعنى امتداد الوقت، بينما كثرة بالعربية تعني الكمية، كثرة الكمية. ولكن هناك في القرآن ما
بعض الأحيان تعطي كثير معنى المداومة. مثلا حينما يقال واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا، ليس بمعنى الكمية طبعا، وإنما بمعنى المداومة على ذكر الله والصلاة. هنا عندنا ما زال المعنى السرياني. لكن بالنسبة لسورة الكوثر، كتابتها حيرت القراء العرب لأنهم ليسوا معتادين على كتابة كتار. مثلا كتاب، عندنا كلمة الكتاب وهي مصدر، وهو مصدر سرياني من كتب أي علمه الكتابة، من الكتاب بمعنى العربي التكتيب، جعله يكتب. فلا تكتب بالواو، فلو كتبنا كتاب بالواو لقرأوها كوتب أو كوتاب، لكن تكتب بالعربية بدون واو. ولذا حيرت الواو القراء فقرأوها الكوثر. فإذا كتار الآرامية تعني مداومة. فإذا إن أعطيناك الكتار، هذا الكوثر، أي أعطيناك نعمة المداومة، الصبر والمداومة. والنص يبين لنا بالنسبة إلى أي شيء ربنا أعطانا مداومة، فصلي لربك بمعنى المداومة على الصلاة، مش وليس وانحر، وإنما وانقر آراميا، الحاء في المخطوطات القرآنية إن كان بالخط الحجازي أو الكوفي تشبه الجي أي الجيم السريانية، فاستعملوها للحاء وللخاء لزيادة النقط. لكن بالنسبة للعربية مفروض أن نقرأها وانجر. عند النجار ممكن تعني المداومة على الحف في النجارة، لكن جار بالمعنى المجازي بالسرياني معناته داومة، يعني مرادف لكتار. فصلي لربك وانجر أي وداوم عليه على الصلاة، كما يقال في القرآن وداوم على واصبر على الصلاة واصطبر عليها. ومرة بيقول والذين هم على صلاتهم دائمون. فهذا التعبير يطابق هذه المقاطع القرآنية، المداومة على الصلاة. إن هي حرف آرامي بمعنى التقوية. إن نعم، إن شانيك، مقارين شانئك، هو الأبتر. الشانئ فهموه المفسرون حسب المفهوم السرياني أي المبغض. والمبغض تعبير يدل في المسيحية السريانية على الشيطان، إبليس يسموه مبغض. ونميز بين الرحمن المحب، يعني الرحمن هو محب البشر، بينما الشانئ هو مبغض البشر، لأنه يبغض البشر لأنه أخذ محله في الجنة بهالمعنى. فالشيطان بيحاول أن يبغض الناس ويحاول وقعهم. فإذا إن شانيكا هو الأبتر. بتار آرامية مقلوبة عن تبار، تعني أولا كسرة ومن الأبتر، ولكن تعني أيضا غلبة، كما كسر كسر في الحرب مثلا، كسر الجيش انكسر، تعني أيضا غلبة، أي بالصلاة سوف يكون عدوك الشيطان المغلوب. وهذه إشارة، يعني تنويه، إلى مقطع من رسالة بطرس، حيث يقال في أعتقد في الفصل الخامس الآية 9-8-9: يا إخوتي كونوا يقظين وانتبهوا، لأن عدوكم شانئكم إبليس الشيطان يحوم حولكم ويحاول من يبتلعه. أنا أعتبر أن هذه الخلفية بالنسبة لهذا النص القرآني، وأن هذه السورة هي بالأساس مسيحية وليس لها علاقة بالرسول، لأنه صيغة المخاطب أنت لا تعني دائما، وإنما في كل كتب الصلوات يتوجه الكلام إلى المؤمن بصيغة المخاطب، يعني تقول صلي مثلا كذا وكذا، ولا تعني بضرورة الحال أن الكلام متوجه إلى النبي إلى الرسول. هل في نظرك أنه القرآن تعرض أو هو تجميع لنصوص من مراحل مختلفة؟ يتبين من هذه النصوص بالأخص القصيرة والطويلة
بأن القرآن تم جمعه على مدة زمنية صعب أن نمكن أن نقدرها، والمعروف بأن تم تدوين القرآن يعني أقدم مصحف مؤرخ حسب ما قرأته وموجود في دمشق، مؤرخ من السنة الميلادية 877 حسب التقريب، أي في أواخر القرن التاسع. إذا من المفترض بأن القرآن تم نهائيا في القرن التاسع أو في أواخر القرن الثامن وليس قبل، لكن هناك نصوص قديمة ممكن أن تكون أقدم من الرسول، كانت هي نصوص مسيحية تم جمعها فيما بعد. ولذا من المعقول حسب ما لاحظت أنا من التحليل اللغوي بأن هناك حروف ما زال شكلها في المصاحف القديمة ظاهرة بأنها سريانية، أصلها سرياني، وبالأخص حينما تم نقلها إلى الخط العربي بأنه حصلت أخطاء في النقل، وهذه ممكن تثبيتها ليس باكتشاف مخطوطات جديدة وإنما بالتحليل اللغوي، اللغة تدلنا أين حصل الخطأ. هناك أناس يعتقدون أن القرآن كان محفوظ في الصدور وأنه انتقل شفهيا وأنه لم يتغير منه حرف، جوابك؟ بالنسبة إلى التقليد الإسلامي القائل بأن القرآن تم نقله اعتمادا على نقل شفهي أكيد متواتر، يمكن تثبيت ذلك ابتداء من تنقيط القرآن وليس قبل. فأنا أعتقد ليس بأن هذا الحديث غلط صحيح، لكن ابتداء من قراءة خاطئة حصل هذا وليس من أيام الرسول، لأن عندنا شواهد الخطية أي المصاحف القديمة التي ليس فيها تنقيط، فبعد ما حصلت الأخطاء وتعلموها الناس بهذا التنقيط فبطبيعة الحال عندنا إثباتات حتى شفهية بأن تعليم القرآن حفظ القرآن عن غائب حصل ابتداء من تنقيط القرآن مش قبل. يتبين مما قلته تفسير الطبري بالذات، لأنه تفسير الطبري يقرأ يفسر اعتمادا على قراءة القرآن حسب طبعة القاهرة لا يغير شيء فيه، وحتى رغم أنه يحاول أن يشرح بوضوح لم يشك قط في أي نقطة موجودة. هناك شك بالنسبة للفتحة والكسرة والضمة صحيح بالنسبة للتشكيل، ولكن ليس بالنسبة للتنقيط. والإخطاء في التنقيط يسميه لسان العرب تصحيف، لم ترد كلمة تصحيف أي مرة، لم ألاحظ ذلك في الطبري أنه قال هذه الكلمة تصحيف لأن النقطة موضوعة غلط، بينما حصلت بالنسبة إلى الشعر العربي، فهذا ما أجده في لسان العرب يقول هذه الكلمة في الشعر الفلاني هذه الكلمة تصحيف لأن النقطة موضوعة خطأ، ويعتمد أن الفراء يقول كذا والبري يقول كذا والواحد يتهم الثاني أنه صحف، لكن هذا الحديث مش موجود أبدا بالنسبة لتنقيط القرآن. فإذا ابتداء من الطبري أصبح القرآن منقط نهائيا، وادعوا بأن هذا التنقيط أساسه نقل شفهي أكيد متواتر. أنا أشك بهذا هذا زعم، أعتقد أنه هذا تقليد لكن يعني أسطورة ليست حقيقية. شكرا لك، أشكرك.